أعزائي المشاهدين، يا مرحبا بكم في فقرة جديدة من فقراتكم خلك مع المسيح. اليوم حندرس سوية قول المسيح، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم، متى 12:34. لما يكون القلب والدوافع سليمة، ساعتها كل شيء يكون سليم. الكلمات اللي ينطق بها اللسان مؤشر مهم على مدى الصحة الروحية. علشان كده تلاقي المسيح دائما يربط الكلمات باللي يدور في داخل القلب. وعشان تقدر تسيطر على لسانك، أعطيك بعض المقترحات اللي أشوفها مفيدة لك. منها الصيام، لأنك بالصيام مش بس تسكر فمك عن الأكل والشرب، بل عن كل كلام مش زين ويزعل ربنا. لا تتهور ولا تتسرع في الكلام أو الإجابة، وربنا يقول: أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. أمثال 29:20. تجنبوا الكذب، لأن اللي يكذب يحاول أنه يحسن صورته قدام الناس، مع أن المفروض أنك تحسن صورتك قدام الله، لأن الله هو سيدك ومش الناس. طبعا كلنا نعرف أنه الشيطان هو مصدر الكذب، علشان كده وصف الكتاب المقدس بالكذاب وأبو الكذاب، يوحنا 8 الآية 44. اتجنب النفاق والمجاملات الكذابة. أحبتي بالمسيح، بما أن كل شيء يصدر من داخل القلب، تعالوا ونشترك سوا بهالصلاة ونطلب من ربنا سوا ونقول: يا رب قلبا نقيا اخلق في يا الله بالمسيح يسوع. آمين. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر، لأنك معي. عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات سعودي مسيحي. أنتوا عبدتوا بشر وتركتوا خالق البشر، أنت عبدت إنسان وتركت خالق الإنسان. جملة تعودت وتعود كل مسيحي قدر الله عليه وعاش أو تعامل مع إخوة من المسلمين يسمعها منهم. جملة كده تبين لك أن المسيحيين سذج، وبمجرد معرفتهم أن المسيح مولود بدون أب قالوا يلا خل نعبده. لكن يا ترى هل المسيح فعلا مجرد إنسان نبي مؤيد بالروح القدس مثل ما المسلمين يعتقدون، لكن المسيحيين ظلوا فيه وغلوا في اعتقادهم به فعبدوه؟ أو المسيح هو الله الظاهر في الجسد فعلا، يعني المسيح إنسان كامل وإله كامل، ناسوته لم يفارق لاهوته ولا لحظة واحدة ولا طرفة عين، وإنه إله كل القدرة
وكلي المعرفة وكلي الإرادة مثل ما يعتقد المسيحيون، لكن المسلمين ما قدروا المسيح حق قدره بسبب اعتقادهم الناقص فيه. وعشان نوصل لحقيقة واضحة، خلونا نتحاور ونحاول نفهم ونشوف فين تكمن نقاط الخلاف بين الطرفين، وكيف ممكن نرد عليه ونتأكد من الحقيقة بأنفسنا، وإيش الأدلة والإثباتات والمصادر الموجودة عند كل طرف منهم، وهل الأسباب المسيحية مقنعة لاعتقادهم في المسيح، أو هذا اعتقاد ما لا أصل عندهم. فخل نعرف أولاً إيش وجهة نظر المسلمين. يرجع رفض المسلمين وعدم تقبلهم لإلوهية السيد المسيح لعدة أسباب. أولها سبب ديني عقائدي، وهو أن الإسلام بمكونات الأساسية من قرآن وسنة يرفض وبنص صريح كون المسيح إله، وبآيات صريحة مثل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والأكثر من هذه الآية إن القرآن وصل وتطرف لدرجة إنه يكفر من يؤمن بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ونعرف إيش يعني كافر في الإسلام، يعني ببساطة دمه وماله وعرضه حلال للمسلمين، أو يدفع الجزي لهم وهو صاغر مقابل حفاظه على نفسه وبيته وإيمانه. فيقول القرآن في سورة المائدة 72: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وطبعا المسلم مش ممكن يؤمن بخلاف ما جاء به القرآن، وإلا يكون كافر بنص القرآن. فهذا كان السبب الأول. أما السبب الثاني فهو عدم تقبل المسلمين لحقيقة إن الله يتجسد في صورة إنسان عادي مثلهم مثله، إنسان مولود من بطن امرأة حاله حال غيره، إنسان ضعيف يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأسواق، فهذا شيء بالنسبة لهم لا يليق بالله. فالقرآن يقول في سورة المائدة الآية 75: ما المسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أما السبب الثالث لرفض المسلمين لألوهية السيد المسيح فهو عدم اقتناعهم بسبب أو بهدف الله من التجسد، فيشوفون أنه سبب غير مقنع أو غير مبرر. فإذا كان الله يبغى يغفر لشعبه فمين بيقدر يمنعه أو يفرض عليه شروط؟ كان غفر لهم خلاص وبدون الحاجة للتجسد. ومن أهم الأسباب الأخرى هو سؤالهم عن: طيب لو كان المسيح هو الله فكيف كان الله يحكم الكون وهو جنين في أحشاء مريم أو خلال موته اللي دام واستمر 3 أيام؟ أما بالنسبة لمعجزات السيد المسيح فالمسلمين يعتقدون أنه مستحيل كان يقدر يسويها إلا بإذن من الله فقط وبتأييد من الروح القدس لا أكثر ولا أقل، ومش بقوة الشخصية. وأخيراً أحب أضيف أن المسلمين يعتقدون أن السبب اللي جعل المسيحيين يألهون السيد المسيح ويظلون فيه ويعتقدون أنه ابن الله هو كونه مولود بدون أب، وهذه أغلب وأهم الأسباب لاستنكار المسلمين ورفضهم لألوهية السيد المسيح. لكن إيش هو ردنا عليهم كمسيحيين؟ من البداية ومن أولها أحب أرد على القرآن وأقول له جازم للمرة المليون إن المسيحيين ما يعبدون 3 آلهة بل إله واحد، يعني نشهد أن لا إله إلا الله، لا نعبد السيدة مريم ولا نقول إنها إله، وهذا واضح وجلي في الإنجيل. الرب إلهنا رب واحد، وقانون الإيمان المسيحي المتفق عليه من جميع الكنائس المسيحية يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، تمام، إله واحد. فأتمنى يكون هذا الأمر واضح ومفهوم.
وبالنسبة لكون المسيح هو المسيح هو الله ونسكت، فمش هذا هو الإيمان المسيحي إطلاقا. فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد الذي وجوده سبق تجسده، يعني المسيح ابن الله وكلمته المساوي له والمتحد معه ومع الروح القدس في وحدانية جامعة. فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد الذي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يقول المسيح أنا والآب واحد، يعني مش اثنين، من رآني فقد رأى الآب. إذن هذا إعلان من المسيح عن نفسه ومش جايبينه من عندنا. يقول الرسول بولس بالوحي الإلهي في رسالته الأولى لتيموثاوس بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالله قادر طبعا يكون في الأرض وفي السماء وفي كل مكان وفي نفس الوقت، يعني هذه مش معضلة. وهنا يجي جواب على استفسار من كان يحكم عن من كان يحكم الأرض أثناء موت المسيح، والجواب بكل بساطة الذي كان يحكم العالم أثناء موت المسيح هو الله نفسه. فاللي مات على الصليب هو جسد المسيح وناسوته ومش لاهوته، لأن الله روح والروح ما تموت. فكيف تتوقع إن الله يموت؟ وفيما يخص موضوع عدم تقبل المسلمين لتجسد الله، لأنه لا يليق بالله أن يتشبه بمخلوقاته وإن الله لا يحده مكان أو زمان، فأعتقد أن الموضوع غريب علي شوي. فهذا أمر مش جديد على الإسلام أو على المسلمين، وكانوا يقبلونه بصدر رحب. فالإسلام بقرآنه وسنة نبيه ما يرفض تشبه الله بمخلوقاته، ويذكر في أكثر من آية أن الله يتشبه بالإنسان. فالله في الإسلام له وجه وله ساق وله يد وله صوت إنسان وله حيز ومكان، والأكثر من هذا إن له مشاعر إنسانية. وأذكر لكم بعض الأدلة من القرآن على تشبه الله بمخلوقاته، مثل إن لله وجه. يقول القرآن في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ها. وهم يذكر القرآن إن لله ساق، وهذا واضح في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويذكر ابن كثير بتفسيره عن ابن سعيد الخدري قال سمعت النبي يقول، إيش يقول؟ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. عجيب، يعني هذا طلع لله ساق. أجل إيش فيكم محتجين لا وتزعلانين منه؟ إذا ما تدرون فإن الله تبع المسلمين مش لا ساق وبس. فالله في الإسلام هم له يدين وقبضة. تقول الآية رقم 7، يعني رقم الآية رقم 67 من سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويفسرها الطبري عن ابن عباس قال والأرض جميعا بقبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال ويده الأخرى خلو، يعني ما فيه شيء. وفي الحديث إن لله أصابع. ويذكر عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري يقول جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال له يا محمد إنا نجد إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواذجه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتشوفون أيضا إن لله عرش وكرسي وهو موضع قدميه، والرحمن على العرش استوى. وطبعا نعرف إن الله كلم موسى تكليما على جبل الطور في آية النساء ورسل قد قصصناهم عليك
ومنهم قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن الله تشبه بالإنسان وتكلم معاه بصوت بشري يسمعه الإنسان ويفهمه. يعني الله تشبه بمخلوقاته، ففين المشكلة؟ غير أن الآية تثبت بكل وضوح أن الله كان موجود في مكان معين لما كلم موسى وطلب منه يخلعنا عليه، لأن بالوادي المقدس طوى اللي تقدس بسبب تجلي الله عليه. فهل هذا يعني أن الله كان موجود على الجبل الطور وترك الكون فاضي؟ إيش تتوقع؟ خلوني أذكركم بقصة الإسراء والمعراج اللي كان المسلمين، اللي كل المسلمين مؤمنين فيها. لما وصل النبي للسماء، أتوقع السابع كانت، وتقرب من الله وفرض عليه 50 صلاة، فطلع وصادف موسى وقال له اذهب إلى ربك واطلب التخفيف. وكان محمد رايح جاي رايح جاي، والله موجود دائما في نفس المكان. فهل كان الله محدود بمكان ولا عندك رأي ثاني؟ وأخيرا فيما يخص تشبه الله بالبشر، فالله له مشاعر بشرية مثل الحسرة والنسيان والمكر والغضب. مش هو اللي يقول يا حسرة على العباد، نسوا الله فنسيهم، إنا نسيناكم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وغضب الله عليهم. وفي صحيح البخاري مش ينسب لله الضحك على آخر رجل يبقى في النار، اللي يقول لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه. والسؤال هنا، ليه الكل بمكيالين؟ ليه تقبل إن الله يتشبه بالإنسان في الإسلام وحلو وعادي على قلبك زي العسل وما عندك مانع، لكن ما تقبل بنفس الموضوع في المسيحية؟ ترفض تجسد الله في صورة إنسان رحمة ومحبة فينا عشان يفدين ويهب لنا حياة، وتقبل بإله يأمر بالقتل والكهر والكره والتقطيع والانتقام؟ كيف يكون عادي أشوف التجسد غير لائق بالله، لكن يليق به يكون مكار وخداع ومضل ومتكبر وجبار ومنتقم؟ مين هنا اللي ما قدر الله حق قدره؟ أرجوك تفكر. أما كون المسيح عمل كل معجزاته بإذن إلهي، فهذا غير منطقي أبداً. فالله مستحيل يهب صفاته من خلق وغفران وحياة وشفاء لأي مخلوق مهما كان. وإذا كان، فليه الله يخص المسيح وحده بهذا التأييد والدعم؟ ليه معطاه مثلاً للنبي محمد أشرف البشر أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين؟ فبالتأكيد رسالته ومن منظور إسلامي أهم من رسالة المسيح، كونها الأخيرة للعالم كله، فلازم تكون مؤيدة بمعجزات خارقة، خاصة أن العرب مساكين من حقهم بعد يشوفون معجزات، لأنهم جدد على الموضوع وما أول مرة يشوفوا النبي. وعلى فكرة ترى تحدوه وحرجوه، فصراحة هو أحق من المسيح، صح؟ أما بخصوص عدم اقتناعهم بتجسد المسيح لفدائنا من الخطية، فنرجع وقت أراد الله أن يتواصل مع موسى ليعطيه وصاياه الشفهية. اختار الله يكلم موسى بصوت بشر يفهمه موسى، فهذا الطريقة اللي ممكن يتواصل فيها الله مع البشر. فالله كان يمكن يوحي لموسى أو يرسل له ملاك، لأن اختار يكلم تكليم مباشر وطبيعي. فإذا كان الله يبغى يتواصل مع الإنسان مباشرة ويعلن له نفسه ويعلم حقيقته ويصحح له معلوماته، فأكيد بيجي في صورة تمكن الإنسان من رؤيته والتعامل معه، ويوضح الوحي الإلهي هذه الحقيقة. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العالمين. ولأن شروط الأضحية أنها لازم تتم فعلياً على جسد حقيقي حي وسليم ونقي، والأهم كامل، ليحمل به وحده خطايانا، فلا أحد يمكن يقع عليه الفداء إلا شخص السيد المسيح، لأنه الوحيد الكامل بدون عيب.
وأخيرا أحب أوضح أن المسيحيين ترى ما قالوا أن المسيح إله لمجرد أن ما عنده أب، لكن لأنهم قبلوا إعلان المسيح عن نفسه، فهو قال إنه ابن الله المساوي له والمنبثق منه، فقال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. إيش قال؟ أنا في الآب والآب في. فموضوع أن المسيحيين ضلوا بسبب ولادة المسيح الإعجازية فهي تسطيح لعقيدة المسيحي وتصغير لعقليته، وهذا بصراحة أسلوب غير لائق. إخواني الأعزاء، إحنا ما نعبد بشر، لكن نعبد إله عظيم نحبه ويحبنا، ولأنه يحبنا تواضع وتجسد في صورة إنسان عشان يفدينا، فهو وحده القادر أن يكون ذبيحة وفداء لكثيرين. إله كامل وإنسان كامل، إنسان مقدس بدون خطيئة، إنسان يقول للشيء كن فيكون، إنسان يأمر الطبيعة ويحيي الموتى ويشفي الأعرج ويغفر الذنوب، ومولود من عذراء، مات وقام وعاد للسماء اللي جاي منها، كل هذا في السيد المسيح. فكيف ممكن يكون بالنسبة لك مجرد بشر عادي وبس، وتتهمنا بالضلال لأننا عرفناه وقدرناه حق قدره؟ وعموما ولا تزال أنا أطلب منك وبكل بساطة أخوي المسلم، جيب لي إنسان مثل المسيح، وأنا يا أخي أشهد لك إن المسيح مجرد بشر، إيش رأيك؟ جيب لي واحد يعمل كل هذه الأعمال، وأنا أتفق معاك إننا غلينا في المسيح. أخوي المسلم، الحقيقة هي أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، إله حقيقي محب لشعبه، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس ليكون معنا ولنعرفه معرفة تامة، ولنفهم حقيقته ونقبل فدائه. وأنا مستحيل أخجل أكون عبد للإله الحقيقي الذي جاء وتجسد ليكون لي ولك حياة، ويكون لي ولك أفضل. فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وشكرا لكم أحبتي، ولكم مني كل السلام والتحية، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. أحبتي في المسيح، يا ألف هلا وغلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومميزة من حلقات اللي تتكلم عن روائع الإنجيل. واليوم بإذن الله حنتكلم عن موقف المسيح مع السامري الصالح. القصة موجودة في إنجيل لوقا 10 الآيات 25 إلى 37، وهذا واحد ناموسي يعني مطوع أو ملتزم حسب الشريعة اليهودية، وجاي يسأل يسوع إيش أسوي علشان أخش الملكوت يعني الجنة. فرد عليه يسوع: أنت ملتزم، إيش تقول الشريعة؟ فرح رد على يسوع: تعليم الشريعة اللي حفظها بعقله ولكنه ما شالها بقلبه. قال: الشريعة تقول حب الله من كل قلبك وحب خويك مثل نفسك. فقال له المسيح: سوي كده وتكون بخير. لكن هذا الرجال الملتزم حس بتأنيب الضمير، لأنه عارف نفسه أنه مقصر بحق ربنا وبحق خويانه، فحب يبرر نفسه وسأل المسيح وقال له: من هو خويي؟ هناك ذكر له يسوع قصة السامري الصالح، وربنا يبي يعطيك بعد أهم من رابطة الدم والقبيلة والدين، رابطة الأخوة الإنسانية. وهذه القصة بصراحة تلخص كمال الشريعة بأن تحب ربنا وتحب خويك الإنسان، لأنك أصلاً ما تقدر تحب خويك الإنسان اللي أنت تقدر تشوفه لو ما حبيت ربنا اللي أنت ما تقدر تشوفه. القصة تقول أنه كان هناك واحد رجال مسافر، وجاله قطاع طرق وسرقوه
وضربوه وسرقوا منه كل شيء، وبعد ما ضربوه وفقشوا راسه تركوه بين الحياة والموت. فمر من جنبه واحد كاهن، كاهن يعني زي إمام مسجد نقول، لكنه طنش وجاز من جنبه. وبعدين مر من جنبه واحد لاوي، يعني زي تقول إمام أو مؤذن أو مطوع، وهم بعد طنشه وجاز من جنبه وما أعطاه أي اعتبار، مع أنه المفروض يساعدونه لأنه من بلد واحدة ومن دين واحد و... لكن الحقيقة لما جاء السامري، يعني حسب الشريعة اليهودية السامري يعتبر إنسان نجس أو كافر، يعني أو اللي يقابل هذه الأيام كافر، يعني اللي يأكل خنزير. لكن هذا السامري الكافر هو اللي تحنن وحزن على هذا الإنسان وساعده وغسل جروحه وضمده وحطه على حماره واخذه إلين أقرب فندق ودفع الحساب لصاحب الفندق، وقال لصاحب الفندق أعطي أي شيء يبيه وأنا حاسبك لما أرجع. يعني باختصار جاتك المساعدة من واحد ما كنت تتوقعها منه، فمن هو خويك؟ المسيح بيسألك الآن، من هو خويك؟ صدمة مش كده؟ حنا تربينا على أساس أنه المؤمنين أخوة، لكن المسيح يبي يرتفع فيك لفوق ويخليك تشوف كل البشر أخوتك وأهلك وربعك. حنا عندنا أصلا شوية من النور، من نور المسيح، لما نقول رب أخ لم تلده أمك. الخوي هو اللي تقدر تروح عنده بدون الشعور بالحرج وتطلب منه المساعدة وانت واثق انه ما يردك. والمسيح بكل بساطة يبيك تكون انت هذا الخوي، انت هو السامري الصالح، انت اللي لما احد محتاج يدق بابك وتقول له أبشر، وتكون فعلا قول وفعل. وبهذا النهج أنت بتتشبه بالمسيح يسوع، لأن ربنا بالتأكيد يبي يبارك الجميع. وتخيل أنه ربنا بيستخدمك أنت عشان تبارك البشر، كيف حيكون شعورك وقتها؟ هللويا. الرب يبارك بالسامعين وتستفيدوا زي ما أنا استفدت من هذه الحلقة بالمسيح يسوع. آمين.